أمس الإشارة اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية ومدن أخرى. وفي أحدث التطورات فجرت بيتنا وجبت زيتنا الله يعيننا، بس جنجويد جوا نفسه بيتنا، بس يوجد خروج عن النص في الجسس قاعدة تترص أثناء ما أنا بقص عليك في رقاب بتنقص. طارت الطيارة ضربت العمارة، طيارات طارت زائد غارات طالت، البنايات اتفجرت لأن الدانات انطرت، العدو انطرت وساكن في البيت انقرض، حنك مرض ماذا كان الغرض، هذا كان الغلط. ما في حل في كون الشارع بالدماء اتبلبل، يجب أن نذهب بالبلاد للبر، فوق كتوفنا وإحنا ماشيين حفاها في الحر، قاعدة فتش لي في سنبك شان بفكر في المفر إلى فرنسا وأصيع في باريس، وشوف إذا هناك الناس بتخد مداريس وكري أولادي كت في أحسن مدارس. مصعب أقعد كده ساوي أقولي ريز وري ريز، كات مليتيش لكن خربانة ما فرقت، أركب السنبك وما أصل أموت غرقن كله، من السرق من النوم اللي في الكرشة، وعشان مرق الستة في الشارع آيس وخشة. 43 مليون قاعدين على الهبشة 24/7 في 249 عايشين في لبشة، بين ناس ما بتخاف من الكلبشة وما بتخاف حتى ممن خلق وأنشأ. طارت الطيارة ضربت العمارة، طارت الطيارة جابت